عملنا التغيير الأخير. الشباب الرياضة 108 FM. اسمعها بحرفنا. اسمعها بحرفنا. الساعة 9. Ready? Ready? Let's begin the game. Ready? Sports News. على هوا الشباب الرياضة 108 FM أجدد وآخر الأخبار الرياضية في Sports News. Sports News من 9 ل 10 على هوا الشباب الرياضة 108 FM. Ready? صباح الخير على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على 108 FM مع المخرجة ثناء الحلواني، مع سمير إبراهيم الهندسة الإذاعية، أنا معاكم نجلاء عبد البر لمدة ساعة. صباح الخير عليكم مع ناقدنا الرياضي بموقع صدى البلد خالد طلعت. خالد طلعت أهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا، صباح الخير عليك وصباح الخير على السادة المستمعين كلهم، ويعني يوم جميل كده، ونقول مبروك لمنتخب مصر الفوز المهم جدا على الكونغو في بداية مشوار تصفيات كاس العالم 2018. ثلاث نقاط مهمة جدا، بداية مبشرة بالخير ان شاء الله، خاصة بعد تعادل كمان غانا على ملعبها مع اوغندا، فالامور يمكن بداية جيدة كده، نتمنى ان شاء الله انها تكمل على خير. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وواضح ان احنا لو ما خدناش الامور بعصبية يا جماعة وعلى اعصابنا قوي، ولازم نكسب ولازم الحلم يتحقق، ولي بننجح وبنوصل، يبقى احنا الفترة الجاية عايزين نكون اكثر هدوء، اكثر يعني عارف عقلانية منطقية، عشان ما نتضايقش ابدا. سبورتس نيوز واخر الاخبار الرياضية على الشباب والرياضة 108 FM. عايز اقول لكم كمان انتوا بتشاركونا على 91-10-2-2، ده قبل كل رسالة. كمان تليفوننا المختصر 11-20. يلا النهاردة معانا أكتر من موضوع عايزين نتكلم فيه، عايزين نتكلم على ما حدث بالنسبة لبعثة المنتخب الوطني في مطار برازافيل، كمان حكاية الحكم في مباراة أوغندا وغانا، وكل بيقولك الله هتتعاد. يا جماعة لو واثقين في نفسنا تتعاد ما تتعادش مش فارقة. كمان تصريحات النجوم اللي بيقولوا النهاردة، طارق حامد بيقول هنتأهل إذا فزنا على غانا، والنبي يا كابتن طارق مش عايزين برضو نقول إذا حصل كذا، ولو على مش علاء في الجو هيحصل كذا. لا خلينا نشتغل كويس، نكون عندنا ثقة في أنفسنا، كمان نلعب بجدية جدا، ما نبصش للمنافس هو مين، إحنا هدفنا واحد، الوصول للمونديال، صح ولا مش صح؟ مظبوط فعلا، هو ده الهدف اللي احنا كلنا بنسعى خلفه طبعا، التأهل للمونديال بعد غياب يمكن 28 سنة. اهم حاجة زي ما حضرتك قلتي فعلا يبقى فيه تركيز وبدون عصبية، يعني مش عايزين يكون فيه ضغط زائد على اللاعبين، ويمكن ده كان سبب الفوز برضو. خلي بالك الاعلام في مصر ما كانش مركز قوي على منتخب مصر، ما كانش مركز على كاس العالم، يمكن للاسف احنا عندنا الاعلام والجماهير كمان بيكونوا ميالين اكتر ناحية الاندية. فالفترة الاخيرة طبعا وصول الزمالك لنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا كان فيه بعض الاعلام مركز على الزمالك، جماهير الاهلي برضو بعض المناوشات، فبالتالي ما كانش فيه تركيز قوي على منتخب مصر، وعشان كده قدر ان هو يحقق الفوز ويبدا مشواره بشكل جيد. فهو فعلا طول ما الاعلام يعني ما فيش تركيز كبير على منتخب، طول ما الجماهير مش مركزه الامور بتمشي بشكل كويس، لكن التركيز زياده عن اللزوم بيحول الامور لضغط عصبي على اللاعبين، فبيأثر بطريقه سلبيه، وضغط عصبي علينا كلنا، يعني نفضل احنا كلنا قاعدين في قلق وتوتر، يا ترى هنعمل ايه، يا ترى هنوصل، لا ما وصلناش، احنا حظنا، الجو ده وحش قوي. مظبوط، يعني معرفش، يعني الواحد بيجتهد قدر الامكان، ولا ننتظر بعد ما تخلص المباراه نتكلم. واحنا عايزين برضو حته، مش عايزين برضو نتفائل زياده عن اللزوم، عشان برضو طبعا بدايه جيده جدا وشيء يدعو للتفاؤل، لكن الناس كلها بدات تتكلم ده الحلم قرب، ده خلاص لو كسبنا غانا هنوصل كاس العالم. لا لسه الامور بدري، لسه خمس ماتشات، عايزين نركز في الماتشات الخمسه كلهم، وللاسف يعني التاريخ دايما بيقول ان مصر كانت بتتعثر امام منتخبات ضعيفه، يعني كل الماتشات
تصفيات كاس عالم كنا دايما بنقع قدام منتخب ضعيف، دايما ما بنكسب المنتخبات القويه لكن بنفقد النقاط. ولنا في ليبيريا ذكرى مش حسنه كتير الحقيقة. جدا يعني ليبيريا زيمبابوي اكتر من المنتخبات كلها كانت ضعيفه كنا بنقع قدامها، فبالتالي لازم نركز زي ما بنركز في ماتش غانا اللي جاي، لازم نركز في الماتشين بتوع اوغندا. اوغندا برضو منافس قوي لا يستهان به، وشفناه قدم مباراه جيده وتعادل مع غانا على ملعبها وسط جماهيرها. فبالتالي هم يعني انا شايف كده اربع ماتشات، يعني الماتش الجاي ماتش غانا وبعد كده ماتشين اوغندا وماتش الكونغو. لو كسبنا الاربع ماتشات دول وصلنا 15 نقطه مش هنحتاج ماتش غانا الاخير، لان طبعا غانا خلاص تعثرت بالتعادل مع اوغندا، ولو خسرت قدامنا فبالتالي ممكن نسافر يعني نروح ماتش غانا واحنا خلاص وصلنا كاس العالم. مهم جدا الاربع ماتشات الجايه اربع انتصارات ما نفرطش في ولا نقطه منهم، وان شاء الله الهدف يتحقق والحلم يتحقق. مش عايز نهون زي ما انت بتقول يا استاذ خالد من المنافس، لا انت ممكن يخرج لك منافس كده يعمل معاك موقف مش ولا بد لا نتمناه. المهم ان احنا نركز على منتخب ازاي يكون في اتم الاستعداد لكل مواجهه من المواجهات الخمس المتبقيه. استاذ خالد كمان عايز اقول ان في دلوقتي استعداد وسفر لبعثة نادي الزمالك وتذهب الى جنوب افريقيا سان داونز. في خوف عام، في خوف مسيطر على الجميع، مش مساله ان 18 لاعب او عدد، لا خلاص الحمد لله وما سلام، مش خوف من انذارات او غيره، لا في خوف لان سان داونز فريق جيد جدا يعني الحقيقه متكامل فعلا. كمان من الفرق القويه اللي ظهرت بمستوى مميز جدا في البطوله، يمكن على مدار البطوله سان داونز هو افضل فريق ظهر على المستوى الفني وبالنتائج كمان وبالارقام اللي هو حققها. يمكن الخوف كمان جاي من حته ان هو فاز على الزمالك ذهابا وايابا في الماتشين بتوع دوري المجموعات، فالناس بتتكلم ان حتى وقتها الزمالك كان يعني اكثر جاهزيه من حيث اللاعبين، كان عنده قائمه كامله، كان في بدائل. دلوقتي الامور بقت اصعب شويه لان القائمه زي ما كلنا عارفين اصبحت 19 لاعب، في 2 مصابين محمد ابراهيم وعلي فتحي، فبالتالي تقلص العدد 17 منهم 3 حراس مرمى، بالتالي في 14 لاعب فقط متواجد في القائمه. فدي الامور شويه بتصعب الامور على نادي الزمالك، لكن برضو خلينا نقول ان الامور بتختلف. يعني اذا كان الزمالك فنيا على مستوى اللاعبين في نقص، لكن الاداره الفنيه حتى اتغيرت. يعني لما كان الزمالك خسر مباراتين من سان داونز ما كانش كابتن مؤمن سليمان الموجود، ما كانش الجهاز الفني الحالي، فبالتالي في تغيرات. قد تكون بعض التغيرات السلبيه في اللاعبين عدد القائمه نقص شويه، لكن في تغيرات ايجابيه انا شايف الجهاز الفني. يمكن مستوى الزمالك تطور بشكل كبير مع كابتن مؤمن سليمان، كل الماتشات حقق فيها فوز باستثناء طبعا مباراه الوداد المغربي في المغرب، فبالتالي يعني الامور الى حد ما ممكن تكون متقاربه في المستوى. سان داونز كمان خسر نهائي كاس جنوب افريقيا مؤخرا، خسر 3-0 وهزيمه يمكن اثرت معنويا على اللاعبين، والجماهير نزلت ارض الملعب وكان في مشكله كبيره جدا، فهي الامور بتتغير يعني بين يوم وليله. الموضوع طيب مش مين هيكون مع سان داونز ومين هيغيب عن صفوف سان داونز، ده بقى مهم جدا ان احنا نتساءل. ايضا الفريق الذي سيلعب الزمالك معه في نهائي دوري رابطه الابطال، هل سيكون مكتملا ام هناك بعض التعثرات؟ تعالوا نتعرف، هيقول لنا استاذ خالد طلعت مستمر الحوار عن نادي الزمالك 91-10 ده الاس ام اس، 2 قبل كل رساله، كمان 11-20 ده تليفوننا المباشر. قبل الفاصل قلت لكم يا ترى منتخب اسفه مش منتخب نادي سان داونز هيغيب عنه عدد من اللاعبين الاساسيين ولا لا؟ استاذ خالد طلعت لا طبعا، يمكن سان داونز طبعا مكتمل الصفوف، ما فيش اي غياب اي لاعب، يمكن بالعكس كان في مباراه لجنوب افريقيا، المنتخب جنوب افريقيا المفروض مباراه وديه هتتلعب، تم استبعاد لاعبي سان داونز، كان في المفروض اربع لعيبه من سان داونز متواجدين في المنتخب، تم استبعادهم من المنتخب عشان يكونوا مركزين اكتر مع فريق سان داونز خلال المعسكر بتاعه، فبالتالي كل الظروف مهيئه للفريق. يمكن سان داونز عنده يمكن نجوم كتيره ابرزهم مخامه بليات، ده اللاعب رقم 11 صانع الالعاب من زيمبابوي، ده لاعب جدا وكان الاهلي والزمالك يعني دخلوا في مفاوضات معاه ومن ابرز اللاعبين. في بيرسي تاو برضو لاعب وسط مهاجم من اللعيبه المميزين جدا. عندهم في خط الهجوم كاتيلجوم فيلا من اللاعبين خامه بليات، ده بيقوم بدور مثلا زي طارق حامد كده، لا صانع العاب زي عبد الله السعيد كده، زي شيكابالا وعبد الله السعيد، ده صانع العاب تحت راسين الحربه. أيوه. فهو عنده يعني مكمن الخطوره وعنده سرعات كبيره جدا وعنده مهاره كمان عاليه جدا، فبيقدر يراوغ. بس فريق سان داونز بصفه عامه بطيء، مش من اللي يلعب بطيء. لا عندهم ثلاث لاعبين قدام سرعه، يعني عندهم هو راسين الحربه وصانع الالعاب اللي وراهم، الثلاثه دول عندهم سرعات، يعني خط الدفاع والوسط عندهم بطء شويه، لكن الثلاثي خط الهجوم عندهم سرعات، فبالتالي دول ممكن يشكلوا خطوره على الزمالك. خط الهجوم كمان في كاتيلجوم فيلا زي ما بقول لك، ده لاعب
مميز جدا برضو خط الهجوم. كيجان دولي رقم 7 ده لاعب دولي في منتخب جنوب افريقيا ومن ابرز برضو اللاعبين في خط الهجوم. ولياندرو كاسترو ده برضو اللاعب المميز الرابع عندهم. هم يمكن دول ابرز 4 لاعبين في فريق سان داونز، خاما بلياد، كاتيلجو مفيلا، كيجان دولي ولياندرو كاسترو. الاربعه دول هم مكمن الخطوره، كل يعني 2 تحت وسط مهاجم و2 راسين حربه. اعتقد لازم مدافعي الزمالك يحطوا عليهم رقابه شديده جدا في ماتش الذهاب، وهي دي مفاتيح لعب سان داونز او طريقه للفوز دايما. مظبوط، هو سان داونز عنده اللي بقول لك رباعي الهجوم مميز جدا، هم عندهم يمكن قصور شويه في الناحيه الدفاعيه وخط الوسط. هو ده اللي احنا ممكن نستغله، فيهم بطء شويه، في عندهم عنصر عدم خبره، فبالتالي الزمالك يقدر ان هو يسجل في مرماهم، ودي النقطه المهمه. انا شايف ان الزمالك محتاج يسجل هدف في ماتش الذهاب خارج ملعبه، انا شايف هو ده هيكون يعني كلمه السر بالنسبه لنادي الزمالك في الفوز بالبطوله، لان هدف خارج الملعب بيفرق بشكل كبير جدا في ماتش العوده بعد كده في القاهره، هيريحنا لو حصل تعادل في النتيجه. طبعا الهدف ده بيحتسب بهدفين. وكمان عايزين نقول حاجه، يعني الزمالك لعب مع سان داونز ودي ميزه مش عيب، حتى لو انا اتغلبت من سان داونز مرات قبل كده، لكن لما بلعب بنفس الفريق عرفت نقاط القوه، نقاط الضعف، التحركات، ازاي يعني اقفل مفاتيح لعب سان داونز. مظبوط، الزمالك لازم يتعلم الدرس ويتعلم من اخطائه اللي حصلت في الماتشين بتوع دور الثمانيه. لازم كابتن مؤمن سليمان يجيب شرايط الفيديو او السي ديز ويتفرج على الماتشين دول بشكل كويس جدا، يعرف الخطوره اللي حصلت، يعرف السلبيات اللي كانت في فريق الزمالك في الماتشين دول، ويحاول ان هو يتلافاها، لان زي ما حضرتك قلت الامور خلاص يعني الفريقين قدام بعض كتاب مفتوح، الزمالك عارف سان داونز وسان داونز عارف الزمالك، فبالتالي مفيش مفاجآت، مفيش اسرار. فدي نقطه ممكن تكون مهمه. اعتقد الزمالك ممكن يكون عنده هو العنصر الجديد برضو ستانلي، اعتقد هيكون اضافه كبيره جدا. ستانلي ما كانش موجود في ماتشات دور الثمانيه، وهيكون عنصر قوي، عنصر افريقي برضو عنده حته السرعه والمهاره بتفرق معاه بشكل كويس جدا في ماتشات افريقيا. البعض متخوف من انذارات الزمالك بالنسبه للمباراه النهائيه. طبعا هي دي برضو مشكلة يعني كبيرة بيقع فيها فريق الزمالك. يمكن لعيبة الزمالك عندهم خمس لاعبين عندهم انذار اول، متواجد علي جبر موجود، اسلام جمال، معروف يوسف، ايمن حفني، وباسم مرسي. الخمس لعيبة دول معاهم انذار اول، لو لا قدر الله اي لاعب من الخمسة دول نال بطاقة صفراء في ماتش الذهاب بالتالي هيغيب عن ماتش العودة اللي هيكون هنا في القاهرة. لكن في اصوات اخرى يا استاذ خالد بتقول لك ما يعني ما تتكلموش على موضوع الانذارات، ما انت عندك في الدفاع عدد كبير مش بطل، هيكون علي فتحي رجع، عندك كمان حتى لو خد اسلام جمال في دويدار، في رمزي خالد موجود، ما عندهمش انذارات، يعني انت ممكن تسيطر على النقطه دي، لكن اكتر يبقى باسم مرسي وايمن حفني هم المهمين جدا ان احنا ما حدش فيهم ياخد انذار، وان كان ستانلي ممكن يقوم بدور باسم حتى في مباراه العوده، او يا جماعه هي مباراه بقى يعني المباراه صعبه قدامك، لا برضو محتاجين يعني كل اللعيبه تركز، مش عايزين انذار حتى لو لان مهما كان برضو مع احترامي لعيبه الزمالك والاسماء اللي حضرتك قلتيها، دايما اللاعب البديل بيكون اقل شويه في المستوى من اللاعب الاساسي، الخبرات كمان بتاعته في الماتشات الافريقيه، يعني مثلا دويدار اقل شويه من علي جبر، فالامور هتكون صعبه. يعني اي لاعب من الخمسه دول مهمين جدا، ايمن حفني لاعب تقيل جدا، معروف يوسف لاعب مهم في وسط الملعب، فاه في بديل موجود وهيشارك، لكن المشكله اصلا القايمه قليله، يعني بقول لك القايمه 17 لاعب. انا بعمل على قايمه، يعني انا بتكلم على قايمه، حتى لو هي قليله والخمسه ثلاثه منهم خدوا انذارات هتلاقي بديل للثلاثه، اعتقد كده يعني هتبقى الامور صعبه قوي برضه. يعني احنا بنتكلم بقول لحضرتك 17، يعني بس مرسي قلنا استني خلاص، احنا بنقول حتى لو خدوا انذارات هم 17 لاعب ما دام نجلاء منهم ثلاث حراس مرمى، يعني بنتكلم في 14 لاعب فقط. لو ثلاثه منهم خدوا انذارات هيبقى 11 10 و4، خلي بالك انت اتكلمت على الحراس، يبقى في 10 لعيبه في الملعب وفي اربعه ثلاث حراس، هم ثلاث حراس مرمى، فبالتالي هيبقى في واحد بس بديل، لو لا قدر الله ثلاث لعيبه خدوا انذارات هيبقى في لاعب واحد فقط بديل على الخط، فهتكون مشكله كبيره. يعني انت هتنزلي ماتش ما عندكيش غير واحد بس في مقاعد البدلاء لاعب. وانا خدتها حاجه تانية، خلي بالك ان انت لو بعت حراس المرمى استبعدتهم بقى اللعيبه 10 اللي بيلعبوا، ال10 ليهم اربعه، يعني انت لا هم 17 لاعب، 17 ثلاثه حراس مرمى، فيهم ثلاث حراس مرمى، هنشيل الثلاثه دول هيبقى 14 لاعب، 14 10 لو ثلاثه منهم خدوا انذارات هيبقى 10 في الملعب واحد بس على دكه البدلاء. بس نوصل ونعمل نتيجه ايجابيه هناك يا جماعه. ان شاء الله نتفائل، ان شاء الله الزمالك يركز جدا. هنروح لمنجز الانباء، رجعنا تاني معاكم سبورتس نيوز، واستاذ خالد طلعت ناقدنا الرياضي بموقع صدى البلد. استاذ خالد قال يعني متخوف من موضوع الانذارات، متخوف ان فريق سان داونز عنده ثلاثه من امهر اللاعبين او مهمين جدا في خط الوسط الهجومي وفي الهجوم، كمان بيقول اقل الخطوط عند سان داونز هي الخط الخلفي او الدفاع.
عموما هو زي ما بنقول دايما يا استاذ خالد، تاخد المباراه بجديه، تركز، ان شاء الله حليفك التوفيق. مظبوط طبعا، هو دي نقطه مهمه جدا، وزي ما اتكلمنا دايما ما ينفعش ان احنا يعني لا نبالغ في قوه فريق سان داونز وفي نفس الوقت لا يعني نستهين بيه، لازم نديله حجمه، فريق قوي، فريق وصل للمباراه النهائيه، لكن في نفس الوقت فريق ممكن يتغلب، لسه خسران نهائي كاس جنوب افريقيا 3-0، ما عندوش برضو خبرات نادي الزمالك، يمكن نادي الزمالك عنده خبرات وباع طويل في البطولات الافريقيه، اسم نادي الزمالك حتى لوحده كفايه يخض الفرق الافريقيه، سان داونز يمكن ما عندوش خبرات كبيره في بطوله افريقيا، فبالتالي دي نقطه ممكن تصب في صالح نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه المقبله يوم السبت، والتركيز في ال 90 دقيقه عشان ان شاء الله يكون يعني شهر الانتصارات بقى، عايزين المنتخب يكمل ويوصل ان شاء الله كاس العالم، والزمالك يوصل لبطوله افريقيا ويوصل كاس العالم للانديه، تكون باذن الله يعني الشهر ده فيه 4 ماتشات مهمه جدا، ماتشين بتوع منتخب مصر الكونغو وغانا، والماتشين بتوع الزمالك رايح جاي امام سان داونز، اعتقد 4 مباريات مهمه ومصيريه للكره المصريه بشكل عام. استاذ خالد يعني سان داونز فكرني، انا فاكره ان انا حضرت مباراه سوبر لي مع الاهلي، او كان نهائي، لا كان نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال، وكان خالد بيبو، انا كنت في الاستاد على فكره، مظبوط، كان 3-0 خالد بيبو يمكن كان سجل تقريبا يا هدفين يا 3 وقتها، والمباراه العوده في سان داونز في جنوب افريقيا كانت تعادل، والاهلي فاز ببطوله افريقيا في الوقت ده، يعني هو وصل النهائي لكن الاهلي فاز بالبطوله في السنه دي، يعني نتمناها ان شاء الله فقل خير. سان داونز فريق منظم، سان داونز بيمر بحاله نفسيه بعد خساره الكاس، ايضا الزمالك بعد هزيمه الوداد، بالتاكيد اللاعبين عندهم نوع من القلق، ممكن التوتر يسود في اللقاء في البدايه، عشان كده هنلاقي بقى يعني ازاي يتعامل كابتن مؤمن سليمان مع اول ربع ساعه في المباراه، ودي اعتقد انها مهمه جدا. مظبوط، المفروض ان هو ما يدخلش مرمى اي هدف اول ربع ساعه او 20 دقيقه تحديدا، لازم يكون في تامين دفاعي كبير جدا، ما يهاجمش في المباراه دي، لازم يامن دفاعيا، لو عدى اول تلت ساعه بدون دخول اهداف في مرمى اعتقد ده هيكون شيء جيد جدا لنادي الزمالك. يمكن المباراه اللي حضرتك اتكلمتي عنها دي فعلا كان دوري ابطال افريقيا، انا اللي كنت مزحها على فكره، بس نسيت امتى، 2001 دوري ابطال افريقيا سنه 2001، النهائي ماتش الذهاب برده بنفس السيناريو كان في جنوب افريقيا، وانتهى تعادل 1-1، وسجل هدف الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره الحالي طبعا في الفريق، وماتش العوده كان 21 ديسمبر 2001، انتهى 3-0 الاهلي، والثلاثه خالد بيبو، بالظبط، هاتريك خالد بيبو في 2001 كان مكسر، كان الموسم ده بقى ما ننساش الرباعيه بتاعه الزمالك، هاتريك بتاع الزمالك والهاتريك ده في سان داونز، فهي دي يمكن المباراه اللي وصل فيها سان داونز للنهائي وخسر امام النادي الاهلي في 2001، يمكن دلوقتي بعد 15 سنه التاريخ بيعيد نفسه، لكن المره دي مع الزمالك، وبرده ماتش الذهاب هيكون في جنوب افريقيا، وماتش العوده هنا ان شاء الله في القاهره، فبالتالي نتمنى الزمالك يعيد بقى التاريخ ويفوز المره دي على سان داونز ويتوج ببطوله افريقيا باذن الله. هذا ما نتمناه ان شاء الله، مباراه مهمه جدا هتكون يوم السبت، لكن ما تنسوش ان الدوري العام هيستأنف غدا ان شاء الله، مباريات برضو ليها اهميه جدا، عايزين نقول فرق استعدت في فتره التوقف او اعادت مره اخرى ترتيب اوضاعها والمشاكل اللي كانت بتمر بيها، سواء مع المدربين او اللاعبين، المهم في كانت استعدادات معينه لبعض الفرق، هنتكلم على ده، لكن هروح لرسائلكم، نروح لفاصل ونرجع. الرسائل اللي وصلتنا عن منتخب مصر، عن نادي الزمالك، هنقولها لكم مع استاذ خالد طلعت ناقدنا الرياضي صدى البلد. طيب رجعنا تاني معاكم مع استاذ خالد طلعت ناقدنا الرياضي بصدى البلد معاكم، قلنا هنقول الرسائل اللي وصلتنا على صفحتنا اذاعه الشباب والرياضه. محمد ياسين بيقول الابتعاد عن الانانيه واللعب الجماعي لفرقه الزمالك والسريع وعدم التقيد باننا نحرز نقط فقط، بل يكون اللعب مفتوح كما في الدوري الاوروبي، بعض المباريات تكون النتيجه 5-6 في المباراه، يعني ما احنا مش عايزين نتأيد، يعني محمد ياسين مباراه نهائي ما فيهاش 5-6، يعني انت وصلت نهائي طبعا فريقين اقوياء جدا والاثنين مستوى متقارب، فدايما مباراه نهائيه بتنتهي بفارق هدف او هدفين بالكتير، يعني مش اكتر من كده، يعني احنا شفنا هولندا حتى في كاس العالم كانت مكسره الدنيا 5-0 في البرازيل، ولكن لما بتوصل بقى في النهائيات الموضوع بيختلف تماما. مظبوط طبعا. علي ابو بسو بيقول اتوقع ان الزمالك سيفوز ببطوله افريقيا رغم صعوبه المهمه، لكنه قادر على الفوز. تمام، نتمنى ده. لازم احمد فتحي يلعب مساك لخبراته الكبيره يا استاذ خالد،
اختلف معايا في دور استاذ الرأي. خالد اختلف معايا في الرأي. هو قال الاسبوع اللي فات ان احمد فتحي يلعب مساك، ويمكن انا قلت له صعب شويه، وقال ان هو انا اختلفت معاه في الرأي، وان كابتن حسن شحاته وكابتن احمد حسن قالوا ان هو فعلا ممكن يحصل، لكن لا على ارض الواقع ما حصلش. يا علي برضو كابتن مستر هيكتور كوبر ما لعبش باحمد فتحي، لان الامور زي ما اتكلمنا هو بعيد عن المركز ده بقاله فتره، عامل السن والخبره واللياقه البدنيه كل ده اكيد ما فرق معاه، عشان كده فضل هيكتور كوبر انه يلعب بالثنائي علي جبر واسلام جمال، لانهم هم ده مركزهم الاساسي ومتفاهمين مع بعض، فعشان كده قدر يلعب بيهم واعتقد بشكل كبير في المركزين دول. طيب كابتن احمد ناجي معانا على الهوا، وعايزين نقول له الف الف مبروك يا كابتن احمد، وفعلا يعني مباراه كلنا سعداء بيها جدا. صباح الخير. صباح الفل عليك وكابتن خالد طبعا، ومبروك لشعب مصر كله على المباراه وعلى النتيجه، وبس عايزين نقول ان احنا يعني دي بدايه ولسه بدري قوي، مشوار طويل طبعا، مش عايزين نبقى يعني مبالغين في ان احنا يعني لا، عندنا مشوار طويل جدا 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 جدا، وطبعا محتاجين دعمكم ومساندتكم اكيد يعني. وعلى فكره يا كابتن احمد انا بدات الحلقه وقلت يعني مش هنقعد نقول بقى احنا لما سكتنا في المباراه الاولى ربنا وفقنا، فيا ريت نسكت بعد كل مباراه نتكلم، لان خلاص بقى يعني ان احنا نفضل نقول خلاص الامل واقترب ومباراه مصيريه والمعركه والحاجات دي كلها عايزين نلغيها من قاموسنا ونكون هادين. عايزين بس شويه ردود افعالنا بتبقى يعني مش عايزين الشحن قبل المباراه بالتحديد. مش مسيطرين عليها، لكن احنا الحمد لله في الحمد لله باذن الله عارفين احنا لسه بدري ان شاء الله باذن الله. كابتن ناجي صباح خير. صباح الفل عليك يا عبقري. هل في ممكن وجوه جديده تدخل منتخب قبل ماتش غانا، ولا هتستمروا برضو على نفس القوام الرئيسي للعيبه الموجودين في المعسكر الحالي؟ لا طبعا ما عندناش وقت التجريب، احنا طبعا عندنا قوام قوام اساسي، وطبعا انت عارف ان في لسه بتاع 10 لعيبه كمان، ده ما اصحت من القائمه الاساسيه، بناخد من القائمه الاحتياطيه لان هم قعدوا مع مستر كوبر عشان يعملوا اللي هم يعني انت بتلعب استراتيجيه معينه وبتلعب بفكر معين، فاللعيبه اللي بتخدم الفكر ده والاستراتيجيه دي بتبقى معتمد عليهم بشكل كبير. طيب كابتن احمد عايز اصرحك واقول لك انا بالامس كان عندي فتره كنت طرحه سؤال، هل تعتقد ان عصام الحضري سيحرس عرين منتخب مصر حتى ان شاء الله نهاية التصفيات، ولا المفروض يكون في حارس اخر؟ لان بالتأكيد احنا هناخد سنتين لسه، يعني معرفش هو كان مفاجأة لينا صراحة، يعني محدش يقدر يعني هو لا هيكون في حارس، هو الحارس والحراس موجودين. يعني احنا لعبنا المباريات اللي فاتت كلها، يعني اللي لعب 90% منها او اكتر كمان احمد الشناوي. تمام. اذا الحراس موجودين، لكن طبعا كابتن عصام يعني لما احتاجنا له ادى اداء بشكل رائع، وفضل التمارين للجهاز ولشعب مصر كله، فاحنا بنشكره الف شكر ليه. والله لو موجود زي ما احنا شايفينه كده ان شاء الله يلعب، انت عارف يعني ما قلت الشهيره مستر اكس لا يموت. يعني وجميل، يعني انا قلت كابتن احمد ناجي يعني مع عصام الحضري واحمد الشناوي وشريف وصلت عصام لهذه الفورمه وهذا القدر العالي من التركيز، بيبقى صعب في السن ده، خلينا نبقى صراحه جدا يعني. هو كمان يعني عايز اقول لك انه طبعا انا من خلال برنامجكم وبشكر مدربي في النادي، ومدربي انا شخصيا الكابتن فكري طبعا تعبان معاه وعامل معاه شغل كويس، واحنا يعني دايما بنقول بنرجع لفضل اصحابه في كل الانديه بتبقى اللعيبه فيها وقت اكتر. بالتأكيد ده شيء محترم طبعا. كل الأندية يعني بيجي لنا لعيبة بالفورمة ديت، واحنا بس مجرد ان احنا بنحافظ على الفورمة بتاعتهم وبنهيئهم للمباريات، فطبعا الشكر الكبير لكابتن فكري صالح وكابتن طارق سليمان وكابتن أيمن طاهر وكل الناس اللي موجودة في بيساعدونا في شغلنا، وعلى مستوى اللعيبة برضه الناس اللي مدربين في الانديه، يعني اللعيبه بتقعد معاهم فترات اكثر من ما بيقعدوا معانا، نتمنى لهم التوفيق في الجيش، نتمنى لنادي الزمالك كمان التوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله، لانه ده هيرفع معنويات اللعيبه وهيحطهم في حاله معنويه كويسه، وده طبعا بيبقى كويس لينا طبعا. واكيد انت كنت قريب ايضا من احمد الشناوي، يطمن جمهور الزمالك على احمد الشناوي رغم عدم كويس.
مشاركته. طبعا طبعا لا لا عدم مشاركته دي طبعا رؤيه فنيه، لكن هو طبعا حارس كبير وموهوب، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في المباراه النهائيه، ويرجعوا لنا في كاس افريقيا ويروحوا يلعبوا في كاس العالم تجربه جديده على نادي الزمالك. يعني كابتن ناجي، هل في هيكون في ماتشات وديه قبل مباراه غانا ولا لا؟ لا لا لا، ما في، عندنا شويه، عندنا ان شاء الله معسكر من يوم 5 ان شاء الله باذن الله لحد ميعاد المباراه، وان شاء الله نكون موفقين، وان شاء الله يبقى كويس للقتال من اجل الوصول لكاس العالم. وعندكم فكره يعني هيكون الملعب ايه، برج العرب ولا استاد القاهره النهائي؟ ان شاء الله يكون برج العرب، احنا حابين نلعب في برج العرب. طب كويس، يعني حليتوا المشكله من بدري. لا وسمعنا ان سياده الوزير قال ممكن يزود العدد لل 70,000. والله المفروض ان الاستاد يبقى مليان على اخره ان شاء الله. ونستغل طبعا مساند جماهيرنا، ولانه احنا زي ما انت عارفين بنروح في اي مكان لعيبتنا بتتفاجئ بالملاعب مليانه. احنا كمان عايزين ملعبنا يكون مليان ان شاء الله، ويكون جماهيرنا مستنداه ان شاء الله. طبعا كلمني دكتور حسام الابراشي فبيقول لي احنا نمنا في ارض المطار بس يعني مش نوم كويس، ايه اللي حصل بقى؟ والله احنا طبعا يعني بشكر مصر للطيران، وما عندهمش طبعا، بالعكس هم حلوا المشكله بشكل يعني في عقلاني جدا، لانهم راحوا المطار زي ما بيروحوا اي مطار، بيجيبوا اكل الطياره ما تطلعش شايك عليها وتتنوي، ففوق ما عندناش بنزين فعشر ساعات كتير قوي في المطار. المهم يعني بعد المداولات ادونا بق بنزين كده لحد الشاي عشان عندنا محطه هناك في الشاي، محطه مصر الطيران يعني بتاعتنا. طبعا ادونا بقى لحد ما كملنا لحد القاهره الحمد لله. طبعا الخمس ساعات دول عدوا كويس، لان احنا كسبانين، تخيل بقى لو في لا قدر الله في حاجه. لا الحمد لله، صعب قوي. الحمد لله كابتن احمد ناجي، بنقول لك مبروك مره تانية، ويا رب بقى يعني نستمر في اعداد وتركيز للمشوار الطويل اللي حضرتك ذكرته، مهم قوي نركز في الفتره القادمه. يعني يمكن خالد قريب الجهاز وعارف الجهاز ده، دماغه هتفرقع من كتر التركيز، يعني من كتر التركيز. تمام. يا ربنا يستر علينا، بس ما حسبناش حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد ناجي، ودايما على لقاءات مع حضرتك مستمره ان شاء الله. شكرا. توفيق يا كابتن ناجي. رجعنا تاني ليكم وسبورتس نيوز، وبنتكلم عن لقاء مصر والكونغو، تداعيات بقى اللقاء. تمام. نقول اوغندا وغانا. طبعا الجمهور قال لك يا هتتعادل مباراه تاني، غانا ممكن تكسب ممكن تضايقنا، لكن الحقيقه حسم الامر بالامس بعد حديث الحكم. مظبوط فعلا، يمكن اثير لغط كبير جدا الامس على مباراه غانا اوغندا، يمكن باعتبار ان كان قيل ان في لاعب في منتخب غانا اسمه نيكولاس ودادا حصل على انذارين في خلال المباراه ولم يتم طرده. طبعا وسائل الاعلام الغانيه بالكامل وكل المواقع الغانيه اتكلمت في النقطه دي وطالبوا بفتح تحقيق، وارسلوا فعلا شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا عشان يحقق مع الحكم في الواقعه دي، وكمان طالبوا باعاده المباراه لان في يمكن في اخطاء فنيه من الحكم دي طبعا بتعدي. طب تتعاد المباراه ما تتعادش يعني، احنا مالنا يعني؟ لا ما نخوف ان تتعاد وغانا تكسب، يبقى احنا برضه تبقى مشكله، يعني احنا ما صدقنا ان غانا تفقد نقطتين على ملعبها، ده شيء طبعا في صالح منتخب مصر، فكان في قلق وخوف شويه. لكن طبعا بقول لك الحكم السوداني الفاضل محمد طلع اتكلم امبارح ووضح الموضوع، وقال ان هو في المره الاولى ما اداش للاعب بطاقه صفراء، كان تحذير شفوي فقط، ويمكن هو شاور له بايده بس كده بيقول له لو عملتها تاني هديك كارت، فهو شاور بايده، لكن فعلا ايده ما كانش فيها اي كروت، حتى يعني نزل الفيديو على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب وتكلموا الناس ان هو يعني قالوا كارت خفي، يعني هو كارت مش ظاهر، بيعمل بايده بس كانه بيديله كارت، لكن ما كانش ماسك اي كارت في ايده، فبالتالي ده كان تحذير شفهي في المره الاولى. المره الثانيه كان انذار عادي جدا، فبالتالي ما حصلش اي خطا اداري والمباراه مش هتعاد، وخلاص غانا فقدت نقطتين. يعني عايز اقول حاجه، ده اتجاه اللي بقى تسليط الضوء على النقطه والنقطتين وتوتر في منتخب غانا نتيجه هذا الفقدان.
مظبوط فعلا، بقول لك هو يعني فقدوا نقطتين مهمين جدا وبيتكلموا اول مباراه وعلى ارضه وسط جماهيره، طبعا دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه برضو منتخب اوغندا على الورق هو التصنيف الرابع، يعني تصنيف المجموعه قبل بدايه القرعه كان غانا تصنيف اول، مصر تصنيف ثاني، كونغو تصنيف ثالث، واوغندا تصنيف رابع، فبالتالي هو تعادل على مع اضعف منتخب في المجموعه على الورق طبعا منتخب اوغندا، فبالتالي فقدوا نقطتين مهمين جدا. عنده الماتش الثاني رايح لمصر هنا ان شاء الله في ملعبنا، مباراه قويه وهو المنافس بتاعه، فبقول لك الامور بدات تبقى فيه شويه قلق في المنتخب بس ده برضه الغاني. هيحفز منتخب غانا ان هو يلعب مباراه جامده قدامنا، اكيد هيحس ان هو خلاص لا لازم يحسم اللقاء. مظبوط طبعا، اكيد هيلعبوا بكل قوه، لكن بقول لك احنا لازم بقى نستغل عامل الارض والجمهور، زي ما حضرتك قلتي هيكون حاضر جمهور في الملعب كله، عايزين مسانده طوال 90 دقيقه ان شاء الله. لو فزنا بالمباراه دي الامور هتقرب بشكل كبير، هنوصل 6 نقاط، منتخب غانا هيكون نقطه واحده بس بعد جولتين، فالامور هيكون فيها الى حد ما شويه تفاؤل باذن الله. فالمباراه دي انا شايفها مباراه مهمه جدا، و3 نقاط مهمين لمنتخب مصر باذن الله. استاذ خالد، يعني خلاص احنا كملنا الرسائل، بس في رساله من احد الاصدقاء بيقول مدرب الكونغو صرح وقال فضلت اسبوع واكد للاعبين خطوره محمد صلاح، وهو صاحب المقوله اللي اتقالت ان منتخب مصر صلاح تمام وطريقه ايقافه، وفي النهايه سجل هدف وصنع الاخر. مظبوط فعلا، دي تصريحات قالها بيرلو شانتير مدرب الكونغو، وده وضع طبيعي. محمد صلاح نجم كبير ونجم موهوب وبيقدر يستغل مهارته وسرعته، سواء في ان هو ينفرد بالمرمى يسجل اهداف يصنع اهداف، ده شيء طبيعي. اللاعب مميز بحجم محمد صلاح، ومهما كان عارف طريقة لعبه صعب برضه ايقاف خطورته. اي نجم في العالم، يعني عندنا ميسي عندنا رونالدو نجوم العالم الكبار، وكل العالم عارفهم وكل العالم عارف طريقة لعبهم، لكن برضه ما صعب ان اي مدرب او اي مدافع يوقف خطورتهم. فمحمد صلاح من عينة اللعيبة الكبار المميزين اللي عنده مهارة عالية جدا، فبالتالي صعب ان الحمد لله يعني ان حد يقدر يوقفه. في برضه يمكن للاسف كلام بيقال في مصر ان هيكتور كوبر بيعتمد على محمد صلاح، وهي طريقه اللعب واضحه ومحفوظه، يعني ما فيش مشكله. كل منتخب او كل فريق بيكون فيه نجم مميز، كل اللي يعني اللي دايما اللعب بيكون متركز عليه، اللعيبه بتبصي له الكوره بيبقى عنده حلول، ده طبيعي. بنشوف ميسي في الارجنتين كده، بنشوف رونالدو في البرتغال هو نجم منتخب البرتغال، بنشوف جاريس بيل في ويلز، كل منتخب عنده النجم وأعتقد بتاعه. بعد المباراه دي يعني كمان المدير الفني الروما هيبتدي شويه يخف عن محمد صلاح يعني في الفتره اعتقد فعلا الأخيرة. يمكن هم اتكلموا ان هو برضو سجل هدفين، بس هو برضو خلي بالك صلاح ضيع برضو فرصتين في البدايه كده، انفرادين ما يضيعوش. نتمنى يكون لوتشانو سباليتي مدرب روما ما شافش اللقطتين دول، يكون شاف الاهداف بس. لكن انا برضو صلاح محتاج تاني، بنتكلم عنه ان هو نجم كبير وكل حاجه، لكن محتاج يركز في الفينش على المرمى، محتاج يركز في تسجيل الاهداف. لا يعني بيجيله انفرادات كتيره جدا بسبب سرعته، بيعرف يستغل سرعته ان هو ينفرد بالمرمى، لكن الفينش او الانهاء بتاع الهجمه ما بيبقاش بشكل جيد. بيسجل هدف لكن ممكن يضيع هدف او اتنين قدامه، عايزينه يكون مركز اكتر على المرمى، يسجل اكتر. يعني لو جات له 10 فرص المفروض يسجل منها 7 8، ما يسجلش 4 او 5، فدي نقطه لو صلاح قدر ان هو يشتغل على نفسه فيها ويحسنها اعتقد هيبقى من اهم نجوم العالم مش افريقيا بس، وممكن يلعب كمان في نادي اكبر ويوصل انديه كبيره جدا بحجم برشلونه وريال مدريد. وعنده 24 سنه لسه صغير. مظبوط يعني عبد الحمدي بيقول مفاجأة. عبد الحميد، عبد الحميد بس هو كاتبها غلط، مش عبد الحميد. بيقول مفاجأة، الفيفا يهدد الزمالك بسبب اجوجو. مظبوط فعلا، يمكن ده من الاخبار الحديثه اللي وصلت لنا ان لسه اجوجو. طبعا اجوجو عليه غرامه. يعني مش عايزين نقول بقى يعني منه لله اللي كان السبب، يعني اجوجو جه الزمالك بمبلغ رقم كبير جدا وما فاتش الزمالك خالص، قعد كام شهر ومشي. طبعا هو كان قدم شكوى لدى الفيفا وحكموا له بحصول على مستحقاته الماديه، المفروض نادي الزمالك بيدفع المستحقات على اقساط، دفع قسط منها لكن متاخر في دفع القسط الثاني، بالتالي وصل له تهديد من الاتحاد الدولي الفيفا ان هو ممكن يخصم من الزمالك 6 نقاط في بطولة الدوري الموسم الحالي، زي ما حصل قبل كده مع الإسماعيلي برضه بسبب تأخر دفع مستحقات أحد لاعبي الأفارقة، فدي أزمة كبيرة بتواجه نادي الزمالك. الزمالك يشوف في نص الموسم يعني موقفه ايه، لا يقسمه بدل الفلوس لا هي المشكله، لكن الفلوس هتدفع لازم الفلوس هتدفع طبعا، لكن الزمالك برضو بيواجه مشكله لان عنده يمكن برضو تجميد لارصدته الماديه في البنوك بسبب الازمه القضيه اللي كان رفعها استاذ ممدوح عباس رئيس النادي السابق، فكان ليه مستحقات ماديه فحصل على حكم بايقاف يعني فلوس نادي الزمالك في البنوك، فدي اللي مخليه الزمالك مأثر شويه في الدفع بتاعت مستحقات اجوجو، دي ازمه كبيره جدا لازم بقى تدخل كبار المسؤولين في الدوله عشان تتحل، لان الزمالك مهدد بفقدان نقاط في الدوري، هتكون ازمه كبيره جدا للفريق الفتره اللي جايه. طب احنا بنقول المسؤولين في الدوله، طب ما تدخلوش ليه للاسماعيلي؟
يعني احنا مالنا لا هو احنا الاسماعيلي كان مع الاسماعيلي كانت مال مشكله. المسؤول ومال لا الرياضي حضرتك انا يعني. بقول لك الاسماعيلي كان في مشكله ان هم ما دفعوش اصلا، يعني كان في تجاهل للامر، لكن الزمالك عايز يدفع، لكن بقول لك مستحقاته الماديه في البنوك مجمده بسبب قضيه ممدوح عباس، فهي دي الازمه، فلازم بقول لك يحصل توافق على الازمه دي، ان ممدوح عباس ياخد جزء من مستحقاته، يتنازل، يترفع الحظر عن فلوس نادي الزمالك، لان بقول لك الامر مشكله بسبب البنوك بس مش اكتر، مش يعني مش تقصير من مسؤولي نادي الزمالك. واكيد ممدوح عباس هو واحد من محبي الزمالك ورئيس سابق للزمالك، لازم هو ياخد موقف بقى للاسف اللي ويحل. احنا شايفينه اليومين دول مدام نجلاء بيؤكد ان هو ما بيحبش نادي الزمالك. ممدوح عباس لو بيحب نادي الزمالك ما كانش حاطه في المشاكل وفي المأزق الكبير ده، لانه في الاخر هو ما كان موجود رئيس نادي، كان بيقول انا بدفع من جيبي وانا بصرف على الزمالك وكل الكلام ده بشكل، كان بيطلع يتكلم في الاعلام بالطريقه دي، لكن بعد ما مشي اكتشفنا ان كل الفلوس اللي عملها كانت بمجرد يعني زي سلفه كده بيديها لخزينه نادي الزمالك وبياخد ايصالات عشان يسترد فلوسه بعد كده، وده اللي حصل دلوقتي، عايز يسترد كل الفلوس اللي دفعها اثناء تواجده رئيس نادي الزمالك، ومحدش قالك فعملت يعني ازمه كبيره ادفع يعني بالاسف الشديد. وهات اجوجو بالمبلغ ده يعني. مظبوط، يعني هو ورط الزمالك دلوقتي في ازمه كبيره جدا، وبقول لك ممكن يتم في يعني في خصم نقاط من نادي الزمالك في الدوري، لو حصل هيكون بسبب ممدوح عباس، فما اعتقدش حد يعني كان بيقول انه بيحب الزمالك ان هو يعمل كده في نادي الزمالك في التوقيت ده بالذات، وهو داخل على مباراه مهمه جدا، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. استاذ خالد طلعت ناقدنا الرياضي بموقع صدى البلد، على نروح بقى الدوري الممتاز والرقم الكبير اللي بيع تم البيع ليه، وكمان الدوري العام بيعود غدا ان شاء الله. معانا على الهوا استاذ محمد الراعي ومعلقنا الرياضي طبعا رئيس منظومة الاعلام بنادي الزمالك. صباح الخير كابتن محمد. صباح الخير يا استاذه نجلاء واستاذ خالد، ودايما بتفائل بيكوا قبل الماتشات المهمه الافريقيه لنادي الزمالك، وان شاء الله تكونوا وش السعد على نادي الزمالك. يا رب ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. كابتن محمد قول لنا اخر اخبار نادي الزمالك النهارده، هيتحركوا امتى ومين رئيس البعثه اللي هتكون مع نادي الزمالك؟ ان شاء الله طياره مصر للطيران ستقلع من صاله 3 مطار القاهره الساعه 11 و10 مساء. رئيس البعثه استاذ احمد مصطفى منصور، وطبعا بتضم وفد اعلامي كبير من كل الصحف القوميه والمستقله، يعني عايز اقول لك رحله معد ليها ومنظم ليها، وطبعا كلنا عارفين ان المهندس سامي زاد عضو مجلس اداره سبق من حوالي 4 أو 5 أيام نسق اماكن الاقامه والتدريبات لبعثه الزمالك، وحتى كان في مشكله في الفندق اللي هو بريتوريا اللي هيقيم فيه البعثه، ان هناك وفد صيني لمؤتمر اقتصادي موجود في الفندق، ما كانش فيه بعض الاماكن، لكن قدر المهندس سامي زاده يحجز لكافه افراد البعثه في فندق، لانه ده من فندق 5 نجوم في مدينه بريتوريا، فكل الامور الحمد لله مستقره. في حوالي اكثر من 100 من الجاليه المصريه في جنوب افريقيا طالبين ان هم يحضروا المباراه، والمهندس هاني زاده طلب من المسؤولين ان هم يخصصوا مدرج كامل لبعثه عفوا لجماهير نادي الزمالك وجماهير مصر هناك في الاستاد، وبالطبع المعامله بتكون في المتر طبعا في القاهره ان شاء الله. طيب كابتن محمد، يعني طمنا على لاعبي الزمالك اللي هم كانوا موجودين مع المنتخب، هم رجعوا طبعا بالامس الساعه 10 الصبح، بس عارفين الظروف وعدم الراحه والاجهاد الشديد جدا، هل حضروا تمرين النهارده وهيحضروه ولا ايه؟ هيحضروا بالفعل تدريب النهارده مع الفريق، وهيكون بالطبع تدريب خفيف بالنسبه ليهم، لكن هو الغرض ان هم يتجمعوا مع زملائهم اللاعبين، هم البعثه وصلت امبارح 11:30 الصبح بعثه المنتخب، يمكن اتاخرت علشان ظروف الوقود وازمه الوقود لطائره المنتخب هناك في الكونغو، لكن يعني الجهاز الفني برضه حريص ان اللاعبين الدوليين يكونوا موجودين في التدريب النهارده اللي هو التدريب الاخير، لان التجمع في المطار القاهره هيكون 9 بالليل، فالتدريب النهارده هيكون الساعه 4 العصر في نادي الزمالك، وهيكون كل اللاعبين موجودين، لان هيعمل لهم اجتماع برضه اجتماع فني مع المجموعه كلها، وهيحضروا المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، لان انت عارف لازم بيعقد جلسات مع اللعيبه بيديهم دفعه معنويه، بيحل كل المشاكل الماديه وغير الماديه، ودايما بيكون جلسه مصالحه بينه وبينهم، فكله هيبقى موجود النهارده ان شاء الله.
ان شاء الله. كابتن محمد، هل علي فتحي مسافر مع بعثة الزمالك ولا لا؟ هو طبعا انضم للتدريب امبارح، وعلي محمد ابراهيم كمان سمعنا ان محمد ابراهيم بيبذل مجهود كبير قوي، يعني محمد ابراهيم بيبذل مجهود لكن مش هيشارك، مش هيسافر مع البعثة. تمام. انما علي فتحي مسافر؟ علي فتحي باذن الله هو جاهز بدنيا، خلاص جاهز بدنيا، قرار مشاركته فنيا ده يرجع للجهاز الفني، وبنسبه 90% او 99% مسافر مع الفريق، هو خلاص اجراءاته للسفر خلصانه مع زملائه اللاعبين، فان شاء الله بنسبه كبيره جدا هو مسافر. تمام. لكن المشاركه الفنيه للكابتن مؤمن. ده يعني انت بتطمنا ان شاء الله. وانت شايف ايه الجديد او ايه الحاجه اللي انت لمستها فعلا في تدريب الامس والفتره الماضيه؟ بكل امانه انا شايف اصرار وعزيمه من اللاعبين غير عاديه، يعني حتى كان في نسبه تفاؤل كبيره بعد فوز المنتخب على الكونغو، ولكن الشاب مرتضى عقد جلسه مع الجهاز الفني ومع كابتن اسماعيل يوسف وكابتن مؤمن، وقال لهم مش عايز زياده تفاؤل لان احنا عايزين نمسك في الفرصه، لان تعتبر المباراه الاساسيه او الوصول للنهائي او الفوز بالكاس هيبدا من بريتوريا والمباراه القادمه اللي هي يوم السبت ان شاء الله، لازم يبذلوا اكثر جهد، ففي روح واصرار وعزيمه واللعيبه واخده بالها من الامور دي، وكله مستعد وكله نفسه يشارك وكله عايز يعمل حاجه في المباراه، فده روح طيبه جدا، وجو فيه تفاؤل مع اصرار مع عزيمه، ده مدي روح كده ان شاء الله ان تكون الكاس الافريقيه السادسه للزمالك ان شاء الله ان شاء الله الشعب المصري ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد الراعي هتكون مع البعثه ان شاء الله ولا انت في القاهره؟ لا ان شاء الله طالع مع البعثه، وزي ما قلت لحضرتك في وفد اعلامي اكثر من 15 صحفي واعلامي مرافقين للبعثه بيمثلوا كل الصحف القوميه والمستقله. بشكرك جدا، كل امنياتنا بالتوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. استاذ خالد بسرعه نتكلم عن الدوري الممتاز به. تمام. وبعد يعني اقول ايه المبلغ الكبير لاول مره في تاريخ مصر يعني او الرياضه المصريه يباع دوري ممتاز بهذا المبلغ. طبعا ده شيء ايجابي جدا يحسب لاتحاد الكره الحالي، واكيد هيعود على الانديه المشتركه في بطوله الدوري الممتاز به، لان المستحقات دي بتوزع على الانديه. يمكن الدوري السنه دي هيكون قوي جدا لان هيكون ثلاث مجموعات، مجموعه القاهره، مجموعه بحري، مجموعه الصعيد، والبطل كل مجموعه هيتاهل مباشره للدوري الممتاز، مش هيكون في بقى حته الدوره المجمعه في الاخر والقصه دي، فاعتقد ده هيدي قوه على بطوله الدوري. يمكن هي النقطه الغريبه بس ان المجموعات مش متساويه العدد، يمكن مجموعه القاهره هيكون فيها 19 فريق، مجموعه الصعيد 17، دي النقطه السلبيه الوحيده واللي يمكن يسأل عنها اتحاد الكرة، لان المفروض كانت المجموعات تكون متساوية في العدد عشان يكون في تكافؤ فرص، عشان تكون حتى عدد الماتشات متساوية كل اسبوع، ما يكونش في فريق مريح او باي كل جولة، فهي دي النقطة السلبية. لكن بخلاف كده ان شاء الله تكون بطولة الدوري ممتاز بقوية باذن الله وتزاع على الفضائيات باذن الله، ودي بداية مهمة جدا عشان نكتشف نجوم اكتر، وده هيصب بالتأكيد في مصلحة الكرة المصرية. بشكركم جدا، كنا معاكم سبورتس نيوز وناقدنا الرياضي خالد طلعت بموقع صدى البلد، كانت معنا وفاء حامد الهندسة الإذاعية، المخرجة ثناء الحلواني، تحياتي نجلاء عبد البر.